بأسلوب الدارجة المغربية وقصص تكاد تكون غريبة لتنتقل إلى وجه السرعة إلى الألم والمكر والغدر. هكذا تمكن الكوميسير عبد القادر الخراز من التربع على عرش اليوتيوب المغربي، والأكثر من ذلك أصبح الخراز جزءا لا يتجزأ من روتين الملايين من متابعيه. وحقق الخراز نجاحا كبيرا، والدليل على ذلك أعداد المشاهدات على فيديوهاته التي يبثها عبر قناة الحدث 24. فمن يكون الخراز يا ترى؟ عبد القادر الخراز ضابط شرطة ممتاز متقاعد، ازداد بمدينة القنيطرة سنة 1952، تدرج في سلك الأمن لمدة 40 سنة، عمل خلالها في الميدان وساهم في حل مجموعة من الجرائم، وألقى القبض على عدد من المجرمين كذلك، وهو ما دفعه إلى مشاركة قصته المثيرة التي عايشها طيلة مساره المهني مع باقي المغاربة في قالب درامي مطبوع بالأكشن وأحيانا مثير للجدل. إن تقديم الخراز للقصص البوليسية ليس وليد اليوم، بل سبق له وأن عمل كمحلل أمني ببرنامج أخطر المجرمين الذي حظي بمتابعة واسعة الرقعة من طرف متابعي القناة الثانية دوزيم. إضافة إلى ذلك قدم الخراز البرنامج الشهير مسرح الجريمة الذي كان يبث على قناة ميديان تي في سنة 2015. ورغم النجاح الذي حققه هذا البرنامج، إلا أنه لم يلقى ذات الاستحسان لدى المسؤولين، حيث تم توقيفه بناء على توصيات أشخاص داخل الحكومة حينها، نظرا لكونه يساهم في خلق عقلية إجرامية لدى المتابع ويجعله متصالحا مع بعض الجرائم. وهنا كانت نقطة تحول مرحلية في مسيرة عبد القادر الخراز، حيث انتقل إلى الإعلام الرقمي الذي أتاح له فضاء أوسع وأكثر حرية في عرض مختلف القضايا والتفاعل معها مع المتابعين. وإلى جانب العمل الإعلامي، يعتبر الخراز نشيطا على المستوى الجمعوي، حيث يشغل منصب رئيس فرع جمعية متقاعدي وأرامل الشرطة بمدينة القنيطرة، والمستشار القانوني للجمعية الخيرية للتكافل الاجتماعي ورعاية اليتيم بسيدي علال البحراوي.